أهلا بكم أحبتي الكرام، وصلنا إلى الآن إلى الدرس 53. كلمة اليوم كلمة art. art كلمة مهمة جدا، سوف نأخذ مثالين على هذه الكلمة ثم نأخذ مرادفات كلمة art في دقيقتين فقط. الهدف هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. لهذا السبب ركز معي جيدا خلال هذه الدقيقتين حتى نحصل على أكبر فائدة. get ready، اجهز الآن، حضر كراس وقلم. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook and a pencil. just 2 minutes، ركز معي خلال دقيقتين. repeat after me 5 times aloud، كرر خلف العبارات بصوت مرتفع باللغة الإنجليزية حتى تحفظها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. كلمة اليوم كلمة art. art تأتي بمعنى فن أو طريق. art art. المثال الأول: last week I visited a beautiful art store. في الأسبوع الماضي قمت بزيارة متجر فني جميل. last week، الأسبوع الماضي، I visited a beautiful art store. نقرأها معا: last week، last week I visited a beautiful beautiful art store. last week I visited، أنا زرت في الأسبوع الماضي، أنا قمت بزيارة a beautiful beautiful art store، محل الفنيات. جميل. مثال الثاني: yes yes we are a long line of art lovers. نعم نحن مجموعة كبيرة أو طويلة من عشاق الفن. art lovers، عشاق الفن. art lovers. yes we are a long line of art lovers. نأخذ مرادفات كلمة art. المرادفة الأولى path. path نهج أو السلوك أو أسلوب. path path. road طريق. technique technique تقنية معينة. track مسار. الآن حاول أن تستخدم كلمة art في جملة، ضعها في جملة كلمة art. إذا وجدت صعوبة ارجع للأمثلة السابقة وحاول أن تكتب إحدى تلك الأمثلة في التعليق أسفل هذا الفيديو، ولكن بالدرجة الأولى حاول أن تكتب بنفسك مستخدما كلمة art في جملة. شكرا لك على المتابعة، انتهينا من هذا الدرس، انتظرنا في الحلقة.